تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي السمك البلطي بتاعنا. هنقسيه شويه، هنخليه على ايجن، هنعمله سويت اند ساور. طب تعالوا اقول لكم بقى المقادير. كل اللي هستخدمه سمكتين بلطي بس كده. عندي هنا بقى ايه، كوبايتين دقيق، كوبايه نشا، وملح، وفلفل اسود، وبابريكا، وكمان عندي هنا ليمون، وشويه خل، وممكن توم عادي. يعني احنا بنعمل ايه، سمك، تتبيله بسيطه جدا. تاني نقولها، عندي هنا كوبايتين دي وكوبايه نشا وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وتوم وليمون وخل، عادي جدا بتبل السمك. وبعدين بقى اروح جايبه شويه زيت حلوين قليهم. ماشي كده خلصنا. عامله بقى خلطه جباره وهميه تدخل جوه السمك وعلى السمك. بصوا تخلي السمك ده في حته تانية، اللي هي ايه، بصل جوليان. بصل جوليان ده اهو اللي هو متقطع رفيع يعني اهو، خلاص. وبعدين رومي برضو جوليان، وهنا مستخدمه فلفل اخضر. انا عايزه اوفر عليكي، انا عايزاكي تقومي تعملي الوصفه دي. ومحتاجه ثوم مفروم، كاتشب، وسكر، وعسل، وخل بلسمك، وميه، ومعلقه بس واحده نشا هدوبها في شويه ميه عشان تتقلي الصوص. وبعدين هستخدم كمان كرنب ابيض في الخلطه وفي التقديم، وشويه بقدونس. يعني هستخدم الكرنب ده كمان عندي هنا مع الخلطه دي كلها، واتفرجوا على الطعم. وشويه بقدونس للتقديم، كزبره، بصل اخضر، مش هتقدميه باي حاجه. عايزه اقول لك الوصفه دي هتتاكل هوا. تتقدم جنب ايه؟ يمشي معانا رز صياديه الغامق بتاعنا اللي احنا كلنا بنحبه، يمشي معاه رز ابيض، ما يقولش لا خالص. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلاوتها من الاخر في بساطتها والصوص بتاعها. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ طبعا هقلي السمك، فهروح اجيب السكينه بتاعتي واجيب البلانشيه بتاعتي اهي، تمام، واقطع بقى السمك عندي هنا. بص بقى هعمله ازاي، نقطع بس الراس الاول، مع اني يعني مش متخيله ان في ناس ما تحبش تقزقز الراس. انا هسيب الراس يا جماعه علشان الناس اللي بتحب الراس دي فيها كده حته لحمه بسيطه بس فيها اللذاذه كلها. وبعدين هروح مدياله فتحه كده وفتحه كده علشان بقى كل التتبيله تدخل جواه، وعلشان لما ننزل بيه الخلطه الجباره اللي هنعملها فتدخل جواه. بصوا السمك بيزفلط، عارفين ده معناها ايه؟ انه طازه. السمك كده مش طري معايا ناشف، ده معناه ان هو طازه. مش كده وبس، كمان مش بس السمكيه امسكها الاقيها بتزفلط من ايدي او انها ناشفه، يبقى كده طازه. في علامات تاني، يعني بصوا لونه عامل ازاي، لونه روزي جدا. خلاص احنا شايلين الخياشيم، بس المفروض الخياشيم تبقى لونها روزي. مش كده وبس، كمان هلاقي عينه بتلمع ولونه مفضض، مفيش اي حاجه صفراء، اي حاجه خضراء خالص، وريحته خطيره. يبقى ازاي نجيب سمكه حلوه طازه؟ ابص على كام حاجه، ادوس كده الاقيها ناشفه معايا. بصوا السكينه كده ليه ناشفه، وبيلمع مفضض، وريحته حلوه، ريحه اليود، وخياشيمه تكون لونها روز، وكمان العيون بتاعته تكون بتلمع كده وايه ومبرقه لنا. طيب ادي اول سمكيه. ماشي، ونقول الو يا مدام ابتسام. الو 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 الو، صباح الفل. يا صباح الفل ابتسام نمرة 2، تحييكم. حياتي حياتي والله، عامله ايه يا حبيبتي؟ احلى تحيه وسلام على جناح يماما. يا روح قلبي انت والله، ايه الحلاوه دي؟ صباح الفل عليك، وايه المود الجميل ده؟ الله يخليك، السمك كلته جميل جميل. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليك. قولي لي، انت من عشاق السمك ولا عادي؟ جدا بجد جدا، احب اقعد امصمصه زي كده برضه. لو العظم يتاكل هاكله. بتعرفي تاكليه بره؟ لا لا لا، انا ما باكلش حاجه بره، بعمل كل حاجه في البيت. والله برافو عليكي، برافو. لا لا. برافو. بتستصعبيه طيب؟ في البيت، لكن بره لا. ما بتستصعبي ان انت تجيبيه وتعمليه ولا؟ طبعا طبعا، واحب كده اقعد اعمل فيه، واولادي اصلا بيحبوهم قرمش، ما بيحبوش طري زي بتاع انا كمان. طب النهارده بقى انا هقرمشهولك جدا بطريقه بسيطه. انا قرمشته وكلت اهو. حياتي والله. ربنا يكبر بخاطرك يا شيخه والله. اولا كل سنه وحضرتك طيبه حبيبتي، وانت طيبه وجميله، وكل سنه وابنك طيب. شكرا يا حبيبتي. يعني انا حاولت الايام اللي فاتت اكلمك ما قدرتش من كتر حبايبك، ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. ربنا يخليكوا ويكتركوا ويديمكم في حياتي يا رب يا رب. انت عسوله وحبوبه وجميله من قلب قلبي. معاكي بقى حبه؟ اه طبعا براحتك. يا سلام، افتحوا التليفون يا جماعه.
والله كلك ذوق، كلك ذوق. ربنا يخليكي. بحيي الحاج حسين بلدياتنا. من اسوان. امال ايه. اهلا بيكم كل اهل اسوان الجمال، فيكم طيابه مش موجوده في اي حته في الدنيا. الله يخليك بجد. وبقول للحاجه ابتسام نمره واحد البقاء لله حبيبتي، وربنا يديك الصحه. وام شنوده بموت في ضحكتك. روحي. يا روحي والله، يعني مكالمتك يعني كبيره عندي قوي. ربنا يخليك. وبعدين بتقولي انا ببقى فرحانه وببقى طايره، تعالي على شباكي عشان ابوسك. يا روح قلبي. يا روح قلبي والله نفسي اشوفكم كلكم ان شاء الله. يعني ربنا يقرب البعيد يا رب يا رب. واول محافظه لو ربنا كتب لي الف محافظات مصر هبداها من الجنوب، من النوبه واسوان، وارجع على طول. احنا نجيلك على عينينا والله ان شاء الله. ربنا حالي دي امنيه 2024 ان شاء الله. الف محافظات مصر واعمل في كل بلد اكلاتها ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه اقول لك بقى، طبعا انت ما بتعرفيش تعملي الاكل النوبي اكيد. لا اكيد لا، اما انا هتعلمه بقى منك. احنا دوكه وكورتات بقى وحاجات غريبه كده. انا بقى نفسي، لاني مش مصر بس اللي فيها المطبخ، يعني مش المطبخ المصري، لا لا لا، احنا عندنا كل محافظه فيها تراث اكل مش موجود في اي حته في العالم. طبعا ده بجد. النوبه واسوان وطواجن الصعيد، هو في حد بيعمل طواجن قدنا؟ طبعا اكيد. واكلات الاسكندريه واكلات بحري واكلات المحله واكلات بورسعيد واكلات دمياط. عايزه اقول لك حاجه بقى، تقولي لابنك بقى كلمه بالنوبي كده. أيوة. هيكشد دولب. انا بحبك بشده. لا انا بحبك بشده. انا بحبك دي بشده. هيك شده دولر بجد. انا بحبك بشده. شفتي انا بحبك بشده. انا انا عارفه اللي هي ايه. قوليها كده تاني. هيك دولر. هيك دولي. هيك شده دولر. انا بحبك. لا اللي في النص دي واقع مني. ايه اللي في النص بتقع مني. هيك شده دولر. هيك شده دولي. يا واد يا واد ايه العلاوه دي. هيك شده دولي. هيك شده دولي يا ست ابتسام. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بوسه كبيره كده على خدك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه. شكرا شكرا شكرا. مكالمتك الجميله، وعايزه اسمع صوتك على طول ان شاء الله. والله بحاول كل يوم بس مش بعرف. معلش حقك عليا يا حبيبتي. ربنا يخلي لك حبايبك. يا رب ويديمكم يا رب في حياتي. يا رب يا حبيبتي. انت عسل وسكر وجميله يا روحي. انت والله انتوا الاجمل. شكرا شكرا من كل قلبي. هيك شده دولي. يا واد يا واد. باي يا حبيبتي. ماشي حبيبتي. باي يا روحي. باي. جميلة 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 والله كلكم جمال. وبتعملوا اليوم، بتصنعوا اليوم. بصوا يا جماعة، أنا عندي هنا بقى بولة عشان أتبل فيها عندي السمك. بحط الثوم وبحط الليمون وكالعادة البابريكا وكمان الملح مش هكتره، وعندي هنا كمان الكمون والفلفل الاسود وشويه الخل. عادي جدا بتبل سمك اهو. وبعدين هعمل ايه؟ هروح منزله السمك عندي هنا ومدخله التتبيله جوه. انا بحب طعم السمك جوه وبره اهو. تمام. وعلى فكره الاكله دي عادي تتبلي سمك وتعمليه على طول. ليه بقى؟ علشان احنا هناخد الطعم كله من التتبيله اللي احنا عاملينها، اللي هي التانية اللي هي الصوص اللي هي هتديها طعم السويت اند ساور. فاهميني؟ على فكرة الأكلات دي بتعجب الولاد جدا، اللي هي أي حاجة سويت اند ساور تلاقيهم بيجروا عليها، إن شاء الله شوية نودل سويت اند ساور يجروا عليها. فاستخدمي الوصفة دي لو الولاد ما بيحبوش السمك، وتقدري زي ما قلت لك تجربيها وتعمليها بأي طريقة تانية، بأي سمكة تانية. طيب هروح أعمل إيه بقى؟ هروح أجيب بولة كمان واحط فيها بقى ايه، نشيل بس كده الحاجات بتاعتنا دي. الدقيق اهو مع النشا، بحط الدقيق مع النشا. اتفقنا اتفقنا. وبعدين اروح ماسكه بقى عندي هنا، وده عايز اقول لكم النشا بقى بينشف عندي هنا سمكايه جدا اهو. واروح منزله كده السمكية، حطها هنا اهي، ونفضها واروح حطها في الزيت تاني اهو. ماشي. يا حاجة منصورة
اهلا، ازيك يا شيف انا عملت لك الحجازيه، ايه رايك؟ شكرا، انا بشكرك والله، الف شكرا، جميله جميله جدا يا روح قلبي، والله عاملاها لك باسهل طريقه، وعايزه اقول لك يعني طريقه ماما ليلى اسكندرانيه ست جميله، جميله جميله جدا، فانا جميلة مبسوطه جدا والله ان هي طلعت معايا ناجحه كده، وقدرت اعملها لك. جميله والله، جميله، بشكرك والله. بقول لك ايه، انا عايزه اهدي لابن اخويا، جاب مبلود صغير زين، عايز اهدي له تهنئه. اديله يا حبيبتي الف مبروك، ربنا يخلي. الله يخليك، الله يخليك. معاكي المايك، قولي له. ايه؟ معاكي المايك، اديله. الف مبروك والمجهود السعيد يا حموده بزين الصغير. يا حبيبي ربنا يا رب يخليه لكم يا رب وتفرحوا بيه. ماشي، شكرا، شكرا يا حبيبتي، نورتيني، تحت امرك، ما تشكرنيش، ده واجبي. مع الف سلامه يا حبيبتي. بصوا بقى، السمك هنا هيتقلي معايا ويقرمش جدا، خلوا بالكم الوصفه دي، لازم السمك يكون عندي مقرمش كده وشبعان من القرمشه، علشان انا هحط عليه يا جماعه دلوقتي الصوص، فالصوص بقى هيعمل ايه؟ اولا هيطريه شويه، بس هيفضل فيه القرمشه شويه بالنشا، فاهميني؟ هيفضل فيه القرمشه شويه. اجي بقى هنا علشان اعمل الصوص بتاعي، اروح اجيب ايه، وك كده حلوه اهي، واحطها على النار خلاص، وابدا اشغل عليها البوتاجاز، ونشوف بقى هنعمل الصوص الخطير بتاعنا ده ازاي. برضو انا عندي هنا ده هيطلع من هنا، هرصصه في الطبق وانزل عليه بالصوص، او عايزه تحطيه هنا حطيه هنا. طيب الصوص بتاعي بقى عباره عن ايه؟ اول حاجه طبعا بحطها هي البصل، وعايزه اقول لك ان انا مش عايزه اخلي الحاجه عندي تكون يعني مستويه قوي، يعني ايه الحاجه الايجن، طبعا الايجن بتكون دايما الحاجة الأكل فيها بيعض، مش الأكل الخضار، خلوا بالكم. ماشي، على فكرة ممكن أحط جزر برضو، فأنا هحط هنا إيه، أدي البصل بتاعي وهقلبه، أديله تقليبة بس كده، زي ما قلت لكم أنا مش عايزة أدبل حاجة، أنا مش عايزاها تبقى دبلانة. الله، ريحة السمك خطيرة، مش تتبيلة بسيطة بس، لأن السمك حلو فهتلاقوا ريحته حلوة، لان السمك حلو هتلاقوا ريحته حلوه، خلوا بالكم. عايزه اقول لك ان انت لو جبتي سمك لا قدر الله مش حلو، وحطيتي له من هنا للسنه الجايه تتبيلات وبهارات انسي، هتفضل الريحه المنبعثه منه مش حلوه، ولكن طول ما انت جايبه السمكيه بتاعتك حلوه هتاخدي احلى ريحه سمك وطعم سمك. واللي هيقول لنا مين؟ وهيقول لنا بقى اللي احنا بنقوله ده صح ولا ايه؟ الحاجة نعمة. حبيبتي ازيك، سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ ازيك يا روح قلبي، الحمد لله. عامله ايه اخبارك وصحتك، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت يا روح قلبي؟ الحمد لله، بعمل سمك. انا قلت بقى مش معقوله حلقه سمك وما اتصلش. صح، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. دايما سامعة صوت البخور، لان انا بعشق السمك. كلنا، انا خلي بالك مسميني القطة اصلا من كتر حبك للسمك. صح، من كتر حبي في السمك. اول ما اروح بقى عند حد من اخواتي والاقي سمك، يقولوا القطة جت، يا القطة جت. حياتي انت قطة. ربنا يخليكي. قولي لي بقى، بتحبي ايه اكتر حاجة في انواع السمك؟ انا بحب كل انواعه بقى، مشوي، مقلي، سنجاري. بنحب كل انواع. انا كنت لسه عاملاه مقلي الصغير بقى شويه ده. ايوه، اللي اسمه ايه؟ وعاملاه في الصلصه. لا، الله. مش اللي هو الخنين. ايوه، مش الخنين، هو اكبر التاني. سنه كده. ايوه، الله، وعاملاه في الصلصه. يعني الوسط طاجن بقى، عملته في الصلصه، كان جميل. انا اللي بنعمله في الصلصه بقى يا شيف فيديان، بنعمله جنبه رز ابيض. اللي بنعمله بالطشه بنعمل جنبه رز ابيض. المشوي ممكن نعمل جنبه الرز اللي بالعدس الاصفر ده.
الرز بالعدس بجد بتعمله الكشري اللي هو اللي احنا بنسميه عليه كشري؟ اللي هو الكشري الاصفر اصلا. اللي هو المشوي لما نشويه بره نعمل جنبه الرز الاصفر. تمام. طب ده فكره وممكن حلوه. ممكن نعمل برضو ايه وليمه بقى كده مسقعه وبطاطس ومش عارفه، وممكن نعمل بابا غنوج. ايوه طبعا جنب اكله السمك وبتنجان وفلفل مقلي. السويسه بحس ان هم لازم ياكلوا جنب السمك بتنجان مقلي وفلفل مقلي، صح؟ احنا بنعمل كده برضو. احنا وعلى فكره مكالمه مطروح امبارح بتاعت البنانيت الصغنطاطين دول عساسيل قوي. الاكلات مطروح قريبه لاسكندريه، بتحب الاسماك برضو، صح؟ ايوه بس هم كانوا ايه مش عارفين، بس جمال مش عايزه اقول لك ضحكوني بيقولوا لي كشري. قلت لها لا حبيبتي كشري ده بتاعنا كلنا. انا بقيت ميته من الضحك على ضحكتك الجميل. انا بحب ضحكتك. هم ضحكوني وعايزه اقول لك يعني امبارح كانت المكالمه بتاعتهم سكر ويقولوا لي فول وطعميه كلهم لعبه خلاص بقى كده. ما اسمحلكوش الحاجات دي كلها بتاعتنا. انا بضحك امبارح برضو. جمال والله جمال. هم جمال فعلا ده حقيقي. هم بنات مصر كلهم كده امامير وجمال ودمهم خفيف زي العسل. عشان انت زي السكر، انت حته سكر من بتاعه زمان. ربنا يخليك يا حاجه نعمه. والله انت اللي جميله. السكر يا حبيبتي انت اللي جميله ودايما كده. صباح عليكي. ده احلى صباح ده ولا ايه؟ تبقى اكل السمك وما بتصلش بيك يا روح قلبي. نورتيني وشرفتيني وبستنى مكالمتك. ربنا يخليك يا ساعات بس بتبقى المكالمات زياده بتبقى. على فكره انا لسه عند اختي، انا باجي اقعد معاها. والله سلمي لي عليها عشان والدتي كانت لسه متوفيه حبيبتي من 6 شهور كده. حبيبتي ربنا يعزيكي. ربنا يديكي العمر زيها ميته عندها 91 سنه ان شاء الله. يديكي العمر يا رب يا حبيبتي. ربنا يعزيكوا يا رب. تسلمي تسلمي. بس كنا شايلنا يا فوفا، وكنا انا عايزه اقول لكل انسان بيسمعني معاه ام يحافظ يحطها في عينيه. ده حقيقي. لان والله يا فوفا بص انا عندي 58 سنه. ده حقيقي. انا محتاجه لها. انا مشتاقه لها يا روح قلبي. انا كنت اما عاوزه اقول حاجه لحد اقولها لها هي. انا معاكي جدا. اللي معاه ام يحطها في عينيه. ده حقيقي. والله يا فوفا صدقيني اليتيم يتيم الام فعلا. ده حقيقي. يعني ده انا حقيقي. عندي 58 سنه انا حاسه ان انا يتيمه ماليش حد. يا روح قلبي يا روح قلبي. لان كنت اشتاق لها قلبي اركب المواصلات واروح لها. انا بيني وبينها ساعه مواصلات لان هي في محرم بيه وانا قاعده في البطاشه زي ما قلت لك. فكنت اروح لها. لما قعدت ومرضت رحنا كنا كل واحده، انا 58 وفي اكبر مني، كنا كل واحده اسبوع يا وانا رايحه لها يا شيخ زبيانة اخد لها البرفان والشامبو واحميها واكلها وبص احنا ما قصرناش معاها رغم ان انا بحس في ساعات ان انا قصرت معاها. بصي ده احساس طبيعي، ده احساس طبيعي عندنا كلنا ان احنا فعلا احنا اصل احنا امهاتنا دول بنبقى عايزين نجيب لهم حته من الجنه فعلا. أيوة. والله انا مش عايزه اقول لك، انا بقول دايما لماما انت مجرد ما تتعبي انا نفسيتي بتتدمر بتتدمر. اقول لها ارجوكي ما تتعبيش يعني بجد فعلا. انا ربنا يخليها يعني لك يا رب يا رب يا رب وطول في عمرها يا رب. لان بعد الام مفيش في ربنا بقى. ربنا احن واحسن. ايوه بس طبعا. فربنا يعزي طبعا. قلبك ويعزي قلب اخواتك ويطبطب على فيك. اي حد يبارك فيك. فاقد امه ومحتاج لها مفيش احن. أيوة. من ربنا. أيوة. هي هو الايد. أيوة. الوحيده اللي هتطبطب. أيوة. وهي الايد الوحيده اللي هتعوض. أيوة. ده حقيقي. أيوة والله. حبيبتي. هي بقى لها 6 شهور كاني يعني حاسه ان انا يتيمه الام. والله حبيبتي حبيبتي ربنا يعزيكي. أنا رغم ان والدي متوفي بقاله 25 سنه. يعني هي يا حبيبتي كانت ام مثاليه. أنا جوزي متوفي بقاله 2 سنين. لما توفى يا شيف فيفيانا انا كله حواليا كله حواليا. بس قلت لهم وديني عند امي. يا روح قلبي. خدوني ودوني عند امي. حسيت لما وقفت قدامي كده وحطت ايديها على خدودي كده وطبطبت عليا، انا حسيت ان انا يعني في دنيا تانية. انا معاكي جدا والله في كل وما حسيتش بالفقدان بقى
لجوزي وهي الا لما ماتت هي حبيبتي وربنا حبيبتي. يرحم امواتنا جميعا يا رب. امين يا رب، امين يا رب. ربنا يرحم امواتنا وايد ربنا هي القادره الوحيده ان هي تطبطب عليكي يا حبيبتي. ربنا يعزيكي. ايوه ده حقيقي. ربنا يعزيك ويعزي كل حد فاقد عزيز عليه حبيبتي. تسلمي يا ست الكل. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، مع الف سلامه. طيب بصوا، انا وانا بكلم هنا الحاجه نعمه، انا حطيت شويه ثوم بس ماشي، وهحط كمان شويه ليمون خلاص، وهحط الباقي بقى بعد ما نرجع علشان اقول لكم بنحطه ازاي وخطواته ايه بعد الفاصل. استنونا. شايفين لونه عامل ازاي وريحته كمان جباره. انا كده تمام خلص عندي. تعالوا بقى هطلع السمك اهو، مقرمش مقرمش واستوى استوى يعني مفيش اي كلام، ولونه خطير. نصفيه كويس. عندي هنا الطبق بقى فرشاه كرنب، ممكن نفرشه بقدونس، ها نفرشه الفرشه اللي احنا عايزينها اهي. خلاص اهو هطلع كله ماسك نفسه، شايفين اي حاجه اتهرت خالص. بصفيه كويس قوي واحطه عندي هنا على ايه الكرنب الخطير بتاعي ده. واكمل بقى الصوص. الصوص هنا ناقصه ايه يا جماعه؟ ناقصه شويه ايه، سكر، صويا صوص، كاتشب، وكمان هنحط فيه معلقه نشا، فيه شويه ميه وندوبها عشان نتقل الصوص. بس كده وخلصت عندي الوصفه، شايفين جمالها. طيب هحط بس الحاجات بتاعه الصوص واشيل ايه عندي الزيت. ثانيه واحده، واحط بقى، تعالوا نحط حاجات الصوص معانا هنا اللي هي ايه. نحط ده كده علشان هنحط على طول التنبيل عليه، الخلطه الجباره دي. يلا هو بقى متعطش للصويا صوص، نحط ومعلقه سكر، نحط والكاتشب، نحط اهو، ناقص ايه، معلقه العسل اهي، تمام. وكمان عندي هنا النشا، اروح واخداه كده وشايله كل ده خلاص شكرا. والثوم تمام شكرا اهو، حاضر. واحط حاضر، واحط هنا شويه الميه على النشا، ونحطها هنا على طول، ونقول الو يا ام حنين. الو يا حبيبتي. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ كل انا مش سامعاكي خالص يا ام حنين. كل سنه وانتي بالف خير يا حبيبتي. حبيبتي وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي منوراني. سعيده عليكي وعيد ميلاد جميل عليكي يا حبيبتي. يا روح قلبي، البركه في اللي عملوه والله، هم اللي خلوه يوم ما يتنسيش. ربنا يحب يسيك الناس كلها يا رب، يحب يسيك العبد والحصى في الارض يا حبيبتي. امين يا رب يا حبيبتي. سلم ايدك على كل حاجه يا حبيبتي، جميله تتكلمنا والله. تسلمي. سلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي على كل حاجه حلوه. قوليلي يا حبيبتي بتكلمينا منين؟ انا لسه ما كنتش بعرف اتصل بيكي لان كانت الكهرباء تقطع عندنا حبيبتي. معلش مش بعرف اتصل بيكي يا حبيبتي. حبيبتي ده يعني انا مبسوطه جدا ان انت عرفتي توصلي لنا وتكلمينا وسمعنا صوتك يا حبيبتي. والله انا بحبك والله جدا، وروحي فيك والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي وربنا يعلم من قلب قلبي. تسلم ايدك، تسلم ايدك على كل حاجه حلوه من ايدك يا حبيبتي. تسلمي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ودايما اكون عند حسن ظنكم كده يا حبيبتي. انت دايما والله العظيم في قلوبنا والله العظيم. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بس اعرف مقادير العجينه اللي حضرتك عملتها يوم السبت، شوفي زي لان ما لحقتش اشوف المقادير. عيوني مطبق. ايوه حبيبتي انا مطبق. هقولها لك حالا. شكرا يا حبيبتي، كتر الف خيرك، كتر الف خيرك. تعالوا نقول مقادير المطبق الفلسطيني يا جماعه عشان كانت خطيره، حتى صحابنا هنا اخدوا ذوقه بقى، مذيعات الجميلات مش عايزه اقول لكم عجبهم قوي. احنا بنعمل مطبق ازاي؟ كيلو دقيق عليه معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر، كوبايتين ميه دافيين، ورشه الملح، وثلاث ارباع كوبايه زيت زيتون، ويتعجن كويس قوي 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 بعد ما تحطي الزيت. دي اهم خطوه،
لازم العجينة تبقى عندك طرية وناعمة جدا جدا جدا، دي أهم خطوة بس كده. وبعدين تسيبيها ترتاح نص ساعة ساعة، تفرديها وتحطي الحشوة بتاعتك. عملت حشوة ايه؟ زعتر وسماء وبصل على النار وملح وفلفل اسود وزيت زيتون طبعا، وعملت حشوة سبانخ وجبن كانت خطيرة، وعملنا حلو. الحلو كان رهيب بالقشطة وبالقرفة، مش عايزة اقول لكم يعني عجب كل اللي داقوا ازاي. وده كان المطبق، وعايزة اقول لكم يعني لو جربتوه انتوا هتحبوه جدا، حاجة شتوية لذيذة تدفي كده لما تدخل الفرن وتطلع، او تتعمل كمان على البوتاجاز من فوق. يعني عملت جزء كده وعملت جزء كده. انا عندي هنا السمك، بصوا انا عايزه اوريكم، بصوا بقى السمكيه الصوص نزل عليها، شايفين دخل ازاي جواها اهو، طعم تاني بقى.